كرم عينكم، هاي اجواء العيد. هي هون ما عم نقدر نتحرك. مرحبا للي شايكرك عم تهوي، شو عم تساوي؟ دهش وردان، عم ندور على طاوله. هاي هاتي ايدك انت بنص الشارع. يلا ها، تعال يلا قطعي. ايوه زمك في سوق الشارع الحمراء. اروح على وشك. وين بدك تروح، يمين ولا شمال؟ روحي يمين ورجع شمال. ان شاء الله ننفذ اليوم. عن جد هذا احلى فيديو يمكن صورناه بتاريخ القناه على العالم. هي ارض المعارض او خيمه رمضان مسمينا هون. مرحبا فيكم يا عائله الاكابر بحلقه جديده. عم تكتبوا لنا كثير بالتعليقات انه ديالو وارف امانه صوروا لنا اجواء عيد الفطر. يعني معقوله معقوله؟ لك ابشر لعيونكم، يعني مستحيل يمرق عيد الا ما ينزلوا ديالو وارف على هالشوارع ويصوروا لكم كل شيء، اسواق دمشق واخر يوم من رمضان. ايه نعم، فلهيك بدنا منكم انه تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، تحطوا لنا لايك، تكتبوا لنا كومنت، واهم شيء انه شيروا هذا الفيديو وخلوا اللي ما بيعرف اسواق الشام وشوارع الشام يصير يعرف والحياه اللي صايره فيها. ايه نعم، لهيك خلونا نبلش حلقتنا. تفضلوا معنا. السلام عليكم. ديالو وارف. الله يسلمك. يا مسويد. خليلي يا حبيبي. حبيبي. جاهزين؟ لعيونك. يلا. ما شاء الله الزحمة هون، ما عم نقدر نتحرك. مرحبا انت الكاميرا حبيبي. طبعا نحن اجينا على الميدان الجزماتية بالضبط لحتى نصور لكم الاجواء باخر يوم رمضان قبل الفطور كيف عم يكون الجو، وبعدين عاملين هيك مفاجأة صغيرة لحدا غالي كثير علينا، بعدها لازم نلاقي مكان نفطر فيه، بدنا نعمل جولة بكل اسواق مدينة دمشق نشوف بعد الفطور كيف عم تكون العجقة. شو ما بنلحق حنعمل لكم هيك لفة على الاسعار على كل شيء كيف عم يكون الجو. فاليوم فعليا نحن حنقضيها الله وكيلكم بهالطرقات. اي نعم، وانتو حتكونوا معنا. شوفوا لي هلا هذا المنظر، لك 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 الحلق سوس. تعال 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 يروح قلبك على السوس. ما كنت تحفظي انه انا هذا الاختراع انا ما بحبه، بس منظره بشهي والله. بفرج والله ليك يعني بحب هذا المنظر. طبعا تفضل. هذا السوس متى ما انفرغ وبنشر، متى ما نشر بنحطه بهي الشاشة. يعني يا بيس هذا بينحط؟ هو جزر، هو جزور مطحونة كلياتها. جزور مطحونة، اوكي. بنحط لها بتنفرك كلياتها مع بعضها لتتجانس مع بعض الزوز كلياته، وبعدين بنلف بنحط بهي الشاشة. عملية تكرير مي. هلا من هون عم يسحب بهذا الآلة وبترجع بتنزل هون. بترجع بتنزل لتحت. في أناني وفي أكياس. شو سعر الكيس؟ كيس 6000. هذا الكيس حقه 6000 ليرة يا عائلة الأكابر من هدول. والأنينة منها؟ الأنينة 15 أكثر من لتر، هي تقريباً لتر ونص أو لترين كمان. تقريباً 600 جرام. كيفك؟ تفلق على الإنستغرام. يا حبيب قلبي على راسي، الله يخليك. يا سيدي نزلت على الشام من وراك. يا حبيب قلبي إن شاء الله بس ما ثبتنا. لا لا ما برجي إلا فيديوهاتكم، هي سويدية مرتين. يا حبيب قلبي خليتها تنزل على الشام من ورا. يا حبيب قلبي سويدية هي. في مشاكل على النزلة كانت على الجاية؟ لا كله تمام، كل الأمور تمام الحمد لله. مشان العالم تشوف هذا الفيديو تتشجع منكم حبيب قلبي. خليل يا اول محل بشوفه بقلب التمر هندي حاطط فيه لوز. كله حاطط فيه لوز. هذا سعره 15000 ليره يعني الاكابر، وهذا في سعر الليمون كمان 15. الله يرزقك يا رب. شكرا كثير لك حبيبي. الله يسلمك. مرحبا، كيفك؟ شو اخبارك؟ بدك شيء معلم؟ يا روحي. مرحبا. يلا مرحبا. عائله الاكابر كلهم هون. رح نتصور مع عائله الاكابر وراجعين لعندكم. باي يا عمري باي. مرحبا يا عمتي بخير. شو الاسعار؟ هذا تقريبا هذا حبيبي ديالا 60000 ليره. عندها هيك قسم، اول ما بنفوت على البيت مين ما بفوت بتقول له تفضل امسك. اجباريه نحن ما بناكل للضيافه للضيوف. هي تتذكرها كنا ناكلها نحن وصغار. يا سلام، هي كمان منها 50000 ليره سوري. شكرا كثير وكل عام وانت بخير والله يرزقك يا رب. يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام عليكم. واو الاجواء جنان. ومين منكم ماله مشتهي على العوجه؟ مرحبا. هي العوجه الشاميه اللي وارف بياكل منها فقط لا غير. هي بتجي حامضه وطيبه، وسعر الكيلو منها قديش سعر الكيلو؟ 75000 ليرة سوري. مرحبا. تعال تعال هات موبايلك، تعال وين موبايلك؟ تعال. حاليا. والله. يا عيني. من وين حضرتكم؟ أول نعم. هلا بقى نحن عائلة الأكابر رح نفوت بالمرحلة الجنونية يلي هو أكثر منطقة بيكون فيها تجمعات لأنه كلها حلو. مرحبا، يلا خلينا ياكم، نحن بنحبكم. شكرا شكرا. مرحبا عمو. ما شاء الله. الله الله. ايدي. روح لي ايدي. شو اسمك؟ يحيى. عاشت الاسامي يا يحيى. وانت بخير. تذكرتني؟
يمكن من اوائل الناس اللي عملنا مع بعض حلقه وحكيت لي وقتها سبحان الله. هذا حبيبي يا عمري هذا بيحبني كثير، كل ما يشوفني بيبوسني بيقول لي تابعك حبيب قلبي. انا كنت بعرفك لساعتك ورد وما زلت ورد، بس هلا شويه رمضانيات شان الله اللي بده يجي على الجزماتيه. هذا الزلمه يعني عن جد يعني من اوائل الناس اللي صورنا معهم بقناتنا اليوتيوب، تلاقوه جنب جامع منجاك، هيك اسم منجاك، اسم تركي منجاك، منجاك اسم تركي منجاك، اسم والي التركي. خلي لي اياك يا عمو يطول بعمرك. بدك شيء حبيبي؟ السلام عليكم، شلونك شو اخبارك؟ الله يعزك يا رب. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير حبيبي. شفتك عم تعمل هيك عم بتهوي، شو عم تساوي؟ دازة وسخني. قرب على المعمول عند الموصلي، قرب ازيكم؟ انت عم تبيع؟ شو العرض؟ عرض خاص، علبة برازة عجوة غريبة ب100,000 ليرة سوري. وينهم هدول؟ هي؟ لا اسمك محجوب؟ أول مرة بسمع حبيبي يا محجوب. أنا بحب هالأجواء جدا جدا. شم الريحة هون. سلام تفضلي. شم الريحة. يا حبيبي يا حبيبي يا عمو يا حبيبي. شكرا. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير يا رب. كل عام وأنت بخير. حبيب قلبي. أنت كمان. شو هالشغلات اللي بتشهي؟ نحن معلم ما نبتدي أنت يخلص اليوم مشان نصير ناكل ونشرب على كيفنا. والله ريحة طيبة بس ما اجينا. قد ايه سعر المعمول العجوه؟ الكيلو 75,000. تمام، يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. مرحبا، كيفكم؟ من عائله الاكابر اللي قطع عم يصورني. ها حلويات عيد الفطر. هي شو اسمها؟ سمبوسه. اي سمبوسه؟ شو بقلبها؟ جوز. شو سعر هي كيلو؟ اللهم صل على النبي. 150. تنتين الكيلو، كل واحدة نص كيلو، سعر التنتين 150,000 ليره سوري. يا سلام، والله شيء بيشهي حبيب قلبي. وهيك شيء ضيافه العيد بيتي فور 50,000 ليره سوري. قلب ايه وسنوبر وكذا يا مع خشب. هي تجي الله يخلي لي اياك. هي تجي هيك كامله مع خشباتها؟ شو سعرها هيك شيء؟ 200 مع الخشب مع كله. 200,000 ليره سوري كيلو صافي. 150,000 لانه ما فيها خشب. يا سيدي الله يرزقك يا رب. وشو اسم المحل هون؟ قيصر. قيصر حلويات. قيصر 100 سنه حلويات. قيصر والنعم. 100 سنه محل حلويات نص الميدان. سلام عليكم. خلينا ياكم. سلام عليكم حبيب قلبي. حبيب قلبي خليني ياك. خليني قلبك. كثير حلوه الورده ريحتها. طبعا كثير حلوه. الكوتش وارب جايب لك اياها. اي نعم. لك 20 صوره و100 صوره والله حيو. بالعاده بننزل نحن بعد الافطار، يعني اجواء العيد، نحن عم نرجيكم اجواء العيد قبل الفطور باخر يوم. انا شامم ريحه مو طبيعيه من الطرف الثاني، فلحالي بشكل اوتوماتيكي عم بنجذب للريحه. تفضلوا، هاي الريحه طالعه من هون. يا سلام عليكم. كيفك عم شو اخبارك؟ ملحمه ابو عماد الطبل. والنعم والله والنعم. يعني معلم والله العظيم نحن قلبي الصغير لا يتحمل. قد ايه سعر الكيلو الشيش؟ 125,000 ليره سعر الكيلو الشيش. وهي كباب جاج مع دهنه مو؟ يا عيني يا عيني. قد ايه سعر الكيلو؟ تمام 125,000 ليره سوري. شكرا كثير معلم. الريحه والله قتلتنا من اول الميدان. خلي لي اياك، انا معك فيني لازم اهرب. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بعرف شو عم يعملوا هون، تعال نشوف. شوفي شوفي شوفي. واو شله طحين. وبعدين شو بتعمل؟ ايه تمام. عجينه برك وعجينه سمبوسه. تمام. اكلات رمضانيه من عند محل الخلف. شكرا حبيب قلبي. السلام عليكم. تفضلي. شوفوني هالمناظر هاي الحلوة. السلام عليكم. هلا وسهلا. رمضان كريم. محمد البياع الطيب. أشاد مشكلة. نهش وردان مخشوشة يا حبوب. عطا بدر البياع الطيب. أتعطي لحدا بالعالم كله. خلاص. أنت كابر. الله يخلي لي إياك، والله أنت أحلى كابر. خلاص وعدها. الله يخلي لي إياك. الله يسلمك. مرحبا عم، شو أخبارك؟ انا بدي اجي اصور معك بس سمعت حدا عم يقول لي وارف. ما توقعت والله. الله يسعدك. سؤال عم بتحقق. سمعت هذا يلا بيت العرس
ريسوس حلو يا ريسوس يلا يا صديقي. هذا صوته؟ هلا هذا صار 5000 5000 ليرة سوري. خليه يضيفكم. لا والله ما بنشربه والله ما بنشربه والله ما بنشربه. لا أنا ولادي عم نشربه. والحمد لله أنا عندي شغلة. بس حابب ضوي عليه. أنا عندي شغلة بعد الساعة 6:30 الإمام عم ياخذ مصاري. بعد الساعة 6:30 يعني قبل الإفطار بشوي الإمام عم مصاري بيجي بياخذ. هيك بنادي أنا الإمام عم ياخذ مصاري. إن شاء الله يعطيك عافية. اللي بده يجي على الميدان مقابل داوند إخوان بيجي لعند أبو شو؟ ساريا مسلماني. ساريا مسلماني أبو محمد. أنا فني كهرباء بس الكهرباء ما في كثير شغل. والنعم. الحمد لله يعني. والنعم منك يعني. ومنشد كمان يعني. ومنشد كمان. بطلع نور الشام. حبيبي. الله يخليك فرصة سعيدة. هلا أنا وعارف بدنا نروح مشوار كثير صغير، بدنا نعايد على حدا نجيب له هدية لشخص غالي كثير علينا، وبعد ما نعطيها لازم نروح نلاقي لنا مكان لحتى نختار فيه. إجباري. يا عيني على عليك. حسابي والله والله ما بتدفعي. إجباري على حسابك. لا لا والله ما بتدفعي. هو أنا عزمتك على حسابك. تمام. يلا بشوفكم بعد شوي. يلا. تفضلي. وصلنا عائلة الأكابر على الشعلان، طبعاً العيد ما بيحلق إلا بالعيدية. لهيك في حدا بدنا نتشكره من عائلة الأكابر وصديق وعارف شخصياً، حب يهدي الشاب يامن اللي وعارف صور معه ببيع المعروف هدية كتير صغيرة، فباسمي وباسم وعارف وباسم جميع عائلة الأكابر بنتشكره. هو ما حب يذكر اسمه بس عن جد ألف شكر لإلك. فهلأ نحن وين فايتين يا عزيزي؟ فايتين نجيب له الايباد يلي هو بلش كل شغل المعروف كرماله. مرحبا. طبعا وعارف كان صار له يومين عم يبرق له هون ويسأل على الأسعار وعم بيشوف أنواع الايباد باعتبار يامن حابب أنه يكون عنده ايباد، فهذا الايباد هو لقاه أحسن شيء وسعره كمان جدا مناسب. الله يعطيكم العافية وكل عام أنتم بخير. رح نعد هالمصاري كلياتهم وبوشنا لعند يامن. نشوفكم هنيك. الله يقويك. الله يسلمك. تلتيها؟ يلا let's go. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا عمو. مرحبا. كيفك؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ عمو هدول أول شيء هدول أمانة سلتين غذائيات من عيلة الأكابر. لك الله يخلي لي إياك يا رب. الله يسعدك. شوكولا. حبيب قلبي. قلب. كل عام وانت بخير. كل عام بخير. شلونك يا مان؟ كيفك؟ هلو. كيفك حبيبي؟ بيع بيع بيعون. يلا بيعون حبيبي. في لك هدية. هلو. أنا حبينا اليوم نعايد عليك. بنقول لك كل عام وانت بخير، في هدية من عيلة الأكابر من أحد الأشخاص العزيزين كثير على قلبي، حب يهديك هاي الهدية. تفتحها تشوفها؟ تفتحها تشوفها؟ تفتحها تشوفها. أنا بعرفك أنت اشتغلت كل هالبسطة هي من أوليتها لآخرتها خلال شهر رمضان كرمال هاي الموضوع. يا عمري. شوفه. ركبتها. ركبتها وفتحها. ما تعرف شو بده يعمل تلمك. أحلى هدية بالعالم. هي إجت بمناسبة عيد ميلادك بمناسبة العيد. ماشي. تمام. بدك شيء؟ والله العظيم يا جماعة لما شفت هيك الدمعة بعيونه رح أبكي. وحياة الله عن جد هذا أحلى شيء بنعمله لما بنحس عن جد عم نقدم شيء حلو ونفرح الناس. الحمد ألف الحمد لله يا رب العالمين. اللي حابب يتواصل مع عمه أبو يامن حنرجع أتركوا هون الرقم هون تحت. ها شوفوا هون هون ها لأنه ضلوا بيسألوني وين الرقم لك ليك وليك وهي قدامكم. طيب هلأ نحن بقيان أقل من ساعة لحتى يقدم المغرب. تمام حقاعدك على مكان معجوق وظريف وبناكل فيه لقمتين بعدين بناخدهم على أسواق دمشق كلها ياتا لعيونك بعد الأفطار. حاضر. شرفوا. جينا يا عيلة الأكابر على البيتو بالكفر سوسة بمول الدماسكينو لحتى نفطر. فما شاء الله نبلشوا وقدان ما لحقنا الله يكلكم بس ما شاء الله هون العجقة لك وكنا نلاقي نحن طاولة. شوفوا قدامنا. إن الله إن الله. ما رح تلاقي طاولة. هاخذ من محلي. بتلحقونا ولا ما بتلحقونا ناكل؟ نص ساعة؟ ساعة الساعه طلبوا هون بنعمل لهم تو. يلا يلا هون بيبيعوا جوانح مثل ما كنتم شايفين بيقولون بعدين بيعملوا لهم صوصات الخاصه فيهم. كل يوم كنت تجيبينا لهون نصور عن جد ناكل نحن مشتهينه. ومرحبا مرحبا الله يسعدكم يا رب الله يسعدكم. كل محل بتشم ريحه شكل ما وين جاي عم تشهون. شوفي لي هالمنظر هذا. مرحبا. هاي تبع هذا لازم هلا بعد الاكل نجي تعمل شك في مجال نتدوش هون. حبيبي يا الله يسعدك حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. تعي نرجع لقينا شي طاولة. إحنا هلا عتق كابر عم ندور على طاولة وهذا الوضع مستحيل. 5:30 من الخمسة ونص جايين. هي أول مرة بنيجي عائلة الأكابر نحن لهون على هذا المول مشان نفطر. كانت التجربة كثير ظريفة بس ما في طاولات. هاي تعال نقعد على يلا منيحة منيحة وافقت. تعال هي لقينا هون طاولة. يلا بس لما يجي الأكل بنصوركم شو طلبنا. إي نعم تفضلي. يا أهلين بالحامل المحمول.
صاروخ صاروخ يا سلام ولي على قلبي شو هذا؟ هذا صاروخ ارض ارض جو جو ورجينا شو بحر بحر هاي لحمه؟ هاي اللحمه وجاج ولا بس لحمه هاي؟ لا بس لحمه جبت هاي كلها لوارف لا ليكني شوفي شوفي وين مسكتيني لا لحظة هاي مو نصها معك نيزورة لازم تعدل وتقسمها بالنص ما شاء الله صح يا عيسى الكابة لكن نزلتنا على الميدان ورجعت لنا راسنا وبطننا لأنه عم نشوف مو قدرانين ندوق يا أهلا وسهلا هاي حبيب قلبي هاي الدايناميت شريمب هاي هي وهي الوينج هاي الوينجز الحد إلي وهي لإلك وهي باربيكيو إلي أنا حناكل نرتاح ساعة بعدين فورا على الأسواق لعيونك لنجن إذا بتتضايق منا زقتي حد لا تعفيها اسمعي مني طب وحدة يا عيسى يا كابر من بعد ما ارتحنا وأكلنا متابعكم والله يا مرحبا حبيبي والنعم والنعم من العراق وانتونا نورت سوريا يا عيلة الأكابر نحن من بعد ما أكلنا وارتحنا وبلشت هالعجقة بالشوارع أنا ماسك لك إيدك مشان ما نندعك نزلنا أنا وعارف على السوق المظلوم هو أكيد ما اسمه السوق المظلوم بس دياله وعارف ولا مرة صح لهم يصوروا بهذا السوق يلي اسمه سوق الجسر الأبيض ما شاء الله العجقة واو العجقة الله وكلكم على الرصيف العالم وبالشارع السيارات رايحة شوفوا لي هالوضع اللي قدامنا ما شاء الله ما شاء الله شوفوا على مد النظر هناك وشوفوا السيارات هاي بدكم أجواء العيد تكرم عينكم هاي أجواء العيد منهم منهضم الأكلات اللي أكلناهم بالمول إجباري والله تفضلي هلا هذا الشارع هون اسمه شارع الجسر الأبيض على اليمين وعلى اليسار في محلات محلات من كل شيء ألبسة نسواني رجالي ولادي هو هذا السوق أكثر شيء مشهور فيه للسيدات اشتروا فيه كل شيء كنادر مانطوات حجابات مكياجات كل شيء شو بخطر على بالكم يا الله جو جنان مو طبيعي تعي هاتي إيدك أنت بنص الشارع يلا تعي يلا قطعي أو نمشي بنص الشارع مثل المجانين نحن أوفيشالي نحن رسميا ماشيين بنص الشارع يا عائلة الكابر من السيارات وحياة أمي شوفوا الجو على الطرف الثاني وشوفوا الجو على الطرف الأولاني طلعوا واو شوفوا لي العجقة ما شاء الله باعتبار انه اليوم اخر يوم والدنيا بكره عيد فاليوم الله وكيلكم القعده بيكونوا صباحي وما في نوم بعد اليوم فوق كمان في طوابق يعني مو بس تحت المحلات حتى فوق في بتلاقوا البسه سهره طلعات فوتات هون كمان الدخليج كلياتها فيها محلات هون كنادر نسواني رجالي مرحبا عم اسمعك هنيك عم تصرف بتنادي شو عم تبيع شو عم تبيع 20 هذول 400 بوحده 25 نظامي يعني 400 هي اربع وحدات عائله الاكابر ب 100000 ليره سوري الله يرضى عليك ويرزقك وكل عام وانتم بخير حبيبي حبيبي الله يسعدك كثير تشرفت حبيبي حبيبي الله يسلمك هون مثلا عامل بسطه السياره مرحبا الله يرزقك يا رب تبيعهم كلهم اليوم محل بيبي على الزاوية اشتريت منه اغراض لابني اغراضه كمان حلو اشتريت اغراض لابني ايه والله ما شاء الله سلام عليكم الله يرزقك يا حبيبي الله يرزقك الله يرزقك هي كمان الك اهل الشبون الله يرزقكم الله يرزقكم كل عام انتم بخير الله يرزقك يا رب حبيب قلبي الله يسلمك هذا السوق هون بيكون خلص نهايته هلا حنفوت على السوق اللي بعده تعالوا معي بدون ما ندعس هات ايدك وي مرحبا شو اخبارك ايوه زمر 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 كله مستعجل طولوا بالكم لسه مهارب اوله وصلنا على ساحه عرنوس هذا التقاطع بيفصل بين الجسر الابيض الصالحيه الشعلان كل هدول الاماكن والطرقات العالم مثل المجانين عم يقطعوا نحن اكبر مجنونين نحن معهم يطول بالك طول بالك لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا مشان الله طبعا نحن ما نزلنا بالسياره لانه اكيد مستحيل نقدر نمشي بالسياره مستحيل لا يصفي وبدنا 3-4 ساعات لنخلص الشارع فيلا الله بعين المهم نقدم لكم فيديو كتير حلو بلشنا بشارع الحمراء اهلا وسهلا بكم في سوق الشارع الحمراء مرحبا انت الأكابر حبيبي حبيبي الله يسعدكم ويرزقكم الله يرزقكم هاي عم يوزعوا هون قهوه لو معنا وقت بس تفضلي شايفين في صاير عندنا هون هيك شغلات حلوه بالشارع شاشات طرقيه يمين ويسار تفضلوا معنا على العجقه مرحبا 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 الله يخليك شوفي هاي البسطة ما احلاها الله يرزقكم طبعا احنا جبنا شمسية احتياط عشان زينة مطر ابشع 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 هيك طلعت معي مجهزين من كل شيء واربع بطاريات ورا بالشنتاية وكاميرتين وعارف ليك عامل هذا المحل عرض بنطلون ب 100000 ليرة وكنز ب 100000 ليرة الله يرزق يا رب
ما شاء الله هالعيد شايفة المحلات فيها ناس أكثر من العيد الماضي. صح. يعني في ناس عم تتسوق. وما تعرفي الطقس شي شوب شي برد، وأقسم بالله ما بعرف شو هذا. ما شاء الله. فوتي لإلي. روحي روحي. بلشت تنفرد البسطات عشان الأولاد. هلا إجباري هدول البسطات إجباري. شلونك عمو؟ شو عم تبيع؟ هي إلك، هي إلك البسطة. احكي لي اشرح لي شوي شو عم تبيع؟ تبعات العيد هدول القطعات تبعات العيد قد ايه حقهم هدول؟ 10,000 ليرة سوري وهيك شيء مشط 20,000 ليرة سوري. هذا المحل مواجه توفيق، محل توفيق للشناتي بالشارع الحمراء. شو اسمك حبيبي؟ سيد. وسيد؟ ما شاء الله يا وسيد أول مرة بسمع. وأنا كمان وسيد. كل عام وأنتم بخير حبيبي. باي باي حبيبي. ما شاء الله الزحمة، ما حدا قاعد بالبيت. فعليا شارع الحمراء في كل شيء. يعني إذا جيتوا من السفر حابين أنتوا تزوروا لأول مرة بسوريا لازم تجوا على شارع الحمراء. مرحبا كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يخلي لك يا هون حضرتك على الماكينة. الله يسعدك. شو عم أدعم البيعة هي؟ 7,000 وهي 9. هلا بس نخلص تصوير بنجي نشرب هيك على رواق. خلي لي اياك. كل عام وانت بخير. الله يسعدك. باي حبيبي. ماي يا عمي. مرحبا كيفكم؟ شو اخباركم؟ هذا هو نفسه. الله يسعدكم. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير حبيبي. السلام عليكم. الله يرزقكم يا رب. الله يرزقك. مرحبا. كل عام وانت بخير. مرحبا. مرحبا عيد الكبير. مرحبا مرحبا مرحبا. وانت بخير. تعال تعال صور معي. تعال حبيبي تعال. شو اسمه؟ مرحبا كيفك؟ عمر. ما شاء الله عمر. مرحبا كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟ وانت مرتاح؟ يلا يلا على السريع. يا حبيبي يا بوزي. هاي شايف شلون؟ ما صار غير ببالك. وهي شفتني. كل عام بخير حبيبي. بدك شيء؟ هاي فايف. اعطيني وحده هاي فايف. يلا باي. تفاتي بالمان. والله يطقوا. الله يسعدك. شفتي اكيد اكيد نظامي. انشهرت. انشهرت طبعا طبعا. وصوره. ها مرحبا. عفوا انا لا توقفي. عايزه لك كابل. قولي حروح اوشي. حروح اوشي. يعني ترى وقعي بسيطه. هون عامل عرض كانه الكنبه النسواني، الكنبه مثل هيك 100,000 ليره، تنوره جوخ 125، فستان ب 150,000، طقم كامل يعني اظن هيك طقم كامل بتاخذوه 250,000، جاكيت ب 290,000، توينز ب 150,000، والمانتو ب 350,000. هي اسم المحل سابا. سابا يا رب. انت ملاحظ انه في كثير محلات هالعيد عاملين عروض؟ ما شاء الله الحمد لله. وما عرقنا بالمره ابدا. هلا نحن عملنا اول خطوه، فطرنا هضمنا، هلا نرجع ناكل بغير مكان. اخذك على مكان سحري ومميز جدا، وفينا نعتبره مثل خيمه رمضانيه حلوه كثير. لا خلص الاسواق. هلا هون مثل ما كنتم شايفين لقدام خلص شارع الحمراء، فنحن حنروح على سوق صالحيه بعدين نرجع لسوق الشعلان. تعالوا معنا على سوق صالحيه. تفضل. وصلنا على سوق الصالحية، كمان هذا أشهر سوق وبتلاقوا فيه بسطات، فيه محلات من كل شيء، نسواني، رجالي، ولادي، كنادر، وألعاب، واللي بدكم إياه، وسريات، شغلات موزايك كمان موجودة، وهشك بشي، هشك بشك، ديروا الشك. هلا صح، خلص رمضان، خلص رمضان، فينا نشوف. كل عام وأنت بخير. وهي سيرة وهون. شوفوا العجقة ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. اهلا بكم في سوق الصالحيه. تفضلي معي. وين بدك تروحي، يمين ولا شمال؟ روحي يمين ورجع شمال احسن. اي يلا. هون بتلاقوا في بسطات. مرحبا مرحبا مرحبا. يعطيك العافيه. تمام الحمد لله. الله يخليك. وهي الغزله يا الله منظرها شو حلو عن جد. لو لاريسا معنا كانت بابا بابا 10 زكاتك. شو عم يبيعوا هون؟ داخلي ولادي. داخلي ولادي صح. دير وشك. درت وشي. درت وشي. ها خط واحد هيك بنخلصه وبنروح بعدين على الشعلان. تفضلوا معنا يا عيلة كابر. انا كل ما امرق جنب هدول بفكرهم بني ادمين معلقين. وعرف ليك هذا اللي فوقك برعب. وليك. مرحبا. هي كانت المكنه من انا وكنت هالقد صغير تجي ماما طعميني حصرا من عنده. وقد ايه حاطط حقها؟ كثير طيب. كاسه 8,000 ما كانت طعمينها بواري، من تخاف علينا تكونوا مغبرين، فشربنا كانت كاسه او طعمينها كاسه 8,000. تمام بس البسكوته ب 8,000 كمان. وشو قصده برشام؟ هي برشام. هي برشام؟ هي برشام. 7,000. 7,000. تفضلي. مرحبا. 20 صوره. مرحبا. عم صور فيديو معلش. كل عام وانتم بخير. تفضلي يلا. الله يسلمكم. الله يسلمكم.
بخير حبيبي حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله الزحمة. هاي للصبايا اللي حابين نشوف شناتي ما بعرف ليك هاي حلوة مو؟ هاي حبيتيها؟ إيه صار موضة هلا هاي. وهي هيك كنت والله ما بعرف محاطين أسعار المشكلة. بس هاي في عليها سعر 165,000. مرحبا كيفك؟ كريم يا شلونك؟ الله يخلي لي اياك نعاد عليك بالصحة والعافية. إن شاء الله ربي يكرمك ويكرمك. حبيب قلبي. والله أحلى زلمة. الله يخلي لي اياك حبيب قلبي والله خجلتني يا عمو. والله ربي يكرمك ويكرمك. شو عم تبيع عمو؟ لك والله جابات. أعطينا أعطينا فكرة على الأسعار وندله شو العم شو حضرتك؟ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن مين بيجي على الصافين عند عم أبو؟ هيك عندي 50,000 كلها ست جواز 50,000 ورقة. ست جواز ب 50,000 ورقة سوري كل الألوان. كل الألوان وفي عندي هي كمان هي 45 هي. هي 45,000. وهي ب 40,000 ورقة هي. وهي 40,000. طبايا طبايا. الله يسلمك ان شاء الله هيك الله يطعمك اللي ببالكم خلي لي اياك خلينا نحن اذا بدك بدك الله يطعمنا اللي ببالنا الله الله يرزق العبيد كله امين يقبرني لي خلاص وما يخلي وما يخلي محتاج والله احلى احلى بالله خلي لي اياك الله يكرمك ويكرمه والله احلى زلمه والله خجلتني خجلت اشتروا من عند العم يسلم لي قلبك ابو عبد الرحمن ابو تعالوا على الصالحين عند العم ابو عبد الرحمن اشتروا عند الجرابات الله ربي يكرمك ويكرمك خلي لي اياك خلي لي اياك خلي لي اياك السلام عليكم خليل ياب اختك بسويد ما بتقول الفيديو الا وهذا الفيديو من وجهه لاختك اللي عايشه بسويد واللي عايشين بالمانيا وين ما كنتوا عايشين هي اساسا جوزها رفيق وين صاروا رفقات جوزها اي جوزها رفيق الله يخليك يا الله يسعدكم الله يخليك كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير حبيبات قلبي باي هرم هرم لا لايك رفيقك ما نوع عاملنا لا لايك ولا متابعة شايفين؟ شايفين؟ عم يبهدل رفيقه لأنه ما نوع عاملنا لا اشتراك ولا فولو هلأ بتخليه معلم هلأ قل له قبل صلاة العيد معلم هات بوسي هات بوسي لحالك لك يا برني لك الله يسعدك مرحبا 20 صورة تاحبي تاح وارف تعال شوف هون عاملين الكندر النسواني هذا صح السعر 125,000 اي شغله من هدول ب 125,000 بس البوط البوط هذا نسواني 150,000 ليره الله يرزقكم يا رب الله يرزقك مرحبا كيفك الله يرزقك العام وانت بخير عم ناخذ فكره هون مشان ندل العالم بالصالحيه مواجه محل الشموع يلا السلام عليكم كل عام وانت بخير ليك هون كمان 75,000 وراك هي كلاشات هاد بيقولوا له عنه كلاش 75,000 وهون اي قطعه زحافيات 50,000 ليره سوري الله يرزق العباد كلها يا رب امين يا رب العالمين كانه في فوق مطعم جديد سلام كافيه الماسه الزرقاء بلو دايموند كل حدا حيصير يوقفنا انه عمل اشتراكي ارجينا ارجيك لا لا خلص ايه خلص والله سادي والله بعرف احلى ابو اسكندر انت بخير شو عم تبيع؟ دانسي وبنطلون وبي بديش؟ 50 وكيلو انت بخير يا حبيبي انت بخير انت بخير حبيبي شوفي لي هي البسطة الأصلية اللي على أصولها الله يخلي لي إياك يا رب الله يسلمك يا رب هاي فرجي على حظك قديش حلو هات لنشوف قلبين مو قلب واحد والله عن جد وحياة الله عن جد هي واحد هي ديالة وارف بدك يا معلم خلي لي إياك الله يرزقك الله يرزقك يا رب حبيبي الله مرحبا يعطيك العافية حضرتك عم تبيع هون أعطينا فكرة عن الأسعار في دربي بالمراطلين هدول نسواني قد سعر هيك شيء 135,000 ليره والله حلو وهدول هيك الملونين 95,000 95,000 بيجامه وهيك بناطلين مثل هدول هدول للطريق كمان شو سعرهم 125 انتوا اثنين مستلمين البسطه هون هاي فايف يعطيكم العافيه الله يرزقكم يلك ما احلى هذا برا شو عم يعمل هذا برا حطه برا ها ما بيطير لا منسين يا عمري يي شو سعره هذا؟ هذا 3.5 3000؟ 350,000 ايه ها 3.5 مستحيل 350,000 ليرة سوري بس كله كامل ها شو قصدك كامل؟ دكر وانتايه مع بيته، بيته اليوم شوفي قد ايه حقه شوف بيته تمام دكر وانتايه مع هذا الكوخ كلياته ب 350,000 ليرة اللي بده يجي من عيلة الأكابر حتلاقوه بآخر الصالحية وين بالضبط مشان نعطيهم؟ مواجهة ديادورا بالضبط هدول الاثنين مع بعض 100,000 ليره واللي بيعتمد حيكار مو بس قول لهم طرف عيلة الاكابر كانه في حدا استرطب على ايدك انت كانه ايه خلص ما بده يروح باي طيب شو رايك هلا باعتبار انه نحن وصلنا لاخر الصالحيه نقطع هيك على الحمره ونفوت بالشعلان مشان نصور لهم الشعلان لانه هلا هيك بدها تكون الشعلان يا حبيبي كثير عجقه يا حبيبي يلا يا كريم نقول يا رب تفضلوا معنا على الشعلان وصلنا عالشعلان على اعجق 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 منطقة بكل سوريا نظامي بكل سوريا اي أيوة
الله. فهلا الكل الله وكيلكم موجودين بالشعلان. شوفوا العجقة، شوفوا العالم ما شاء الله، شكلها عم يفضوا بقية الأسواق وعم يجوا ان شاء الله ننفض اليوم. ان شاء الله وارد في حدا معي هون ربي. يلا يا رب. وصلنا على تقاطع الشعلان، هذا التقاطع الشهير. هون بتلاقوا عصير الشعلان، عوامة الملك، ملك العوامة عفوا. هذا التقاطع هون سوق التنابل. التنابل انا اخذكم جوله من اول الشعلان لاخر الشعلان، بعدين حنروح على اشهر خيمه رمضانيه بكل سوريا. لعيونك. مرحبا، كيفك؟ شو اخبارك من عائله الاكابر؟ مرحبا، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. كيف عم يقدروا يمرقوا هالسيارات بين هالناس؟ كيف نحن بدنا نمرق هلا؟ ما بعرف، انا حشق لك الطريق انت الحقيني. لاحقتك. يلا ليتس جو. وراك وراك. وقفنا فورا. ها بس دير بالك تندعس. يلا تعالي. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم، مرحبا. عن جد هذا احلى فيديو يمكن صورناه بتاريخ القناه على العالم. والعجقه كلهم بتلاقي يا على الاكل يا على الاكل، ما في مجال اكل. هاي احلى شباب رايقه، شوفوا لي هالمنظر. هاي السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. يعطيكم العافيه. احلى رواق والله. انت بتعرف انه هون بالشعلان بالايامات العاديه من الساعه 6 للساعه 9 منعوا السير يمرق؟ والله كان لازم اليوم يمنعوا كمان. مرحبا مرحبا مرحبا، كيفك؟ كيفكم؟ الله يعطيك العافيه، كل عام وانتم بخير. لك حبيبي. الله حبيبي. دخيل عينك حبيبي حبيبي، الله يسلمك. وارف حابب يقولكم لسه مو بالشعلان لانه اسعاره عم تشعل شعل. الله، اكتبوا لنا اذا هالحكي صح ولا لا. لا معروفه هون السوق، اغلى الاسواق هون بكل سوريا. مرحبا مرحبا لك. ايوه فوتي فوتي. أيوة. لك ايوه عطيه. ايوه ايه رايحين يمين يسار يمين يسار. عن جد العيد كثير حلو بسوريا طبعا. والله العظيم. مرحبا مرحبا عصابه الكف الاسود. مرحبا عائله الاكابر. هم بتلاقوا كل شيء، موبايلات، ألبسة رجالي، نسواني، ولادي، جرابات، وكالات، أديداس، شو بتكون موجود هون؟ تخيلوا إنه هاي العجقة رح تضل الساعة 5-6 الصبح، يعني لحتى يقدم صلاة الصبح. بس نحن طبعاً صورنا لكم هاي الأجواء الموجودة بكل الأسواق هون مدينة دمشق، ولازم نروح هلأ على الخيمة الرمضانية اللي عاملينها بأرض المعارض الأشهر بسوريا. اي نعم، فتفضل معنا. شرفي. نلحق نروح لهونيك. ادعينا ننفذ من العجقة اللي قدام كمان. هو إذا نفذنا بالمشي ادعينا ننفذ نحن بالسيارة، لأنه لسه بدنا ساعة لنوصل. لنوصل لهونيك. بلشوا يعملوا أجواء هون بالعيد. شوفوا الشباب شو عاملين. كيف حالك؟ مرحبا. هيك. الله حيو. مرحبا. 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 الله حيو الله حيو. كل عام وانتم بخير. العادة عليكم. عندكم مش عم نصور؟ الله يسلمك. الله يسلمكم يا رب. شكرا كثير لكم. خليل اياكم. نورت الله حبيب قلبي. الله يسلمك. خجلتونا. صرت مشهور هلا؟ ايه صرت مشهور. هاي مرحبا. مشتركين عنا بالقناة ولا لا؟ كلنا مشتركين. هلا بتعمل لهم تفيش اليوم؟ كله مشترك. كله مشترك على راسي. احلى شباب والله. من الارجنتين؟ من عند خالتي ام ميسي. حبيبي مرحبا. خليل اياك. محطتنا ما قبل الاخيره يا عائله الاكابر هي ارض المعارض او خيمه رمضان مسمينها هون. طبعا انا وعارف رح نفصص لكم اياها فصفصه، يعني رح نشوف شو في محلات هون، شو عم يبيعوا، شو عم بيعملوا، شو عم يقدموا، واكيد مع الاسعار. جاهز جاهز. قولي لي جاهز. جاهز ومتحمس. يلا ليتس جو. يلا تفضلوا معنا لنشوف اول محل معنا لليوم. مرحبا كيفكم؟ مرحبا مرحبا. يا هذا مدفع رمضان، شوفوا المدفع ما احلى. بس الله ايام كنا ننطر المدافع نحن وصغار. نظامي. اوه هي الخيمه. واو العالم عم تجي لهون تقعد تفطر كانت تتسحر. انا عملت جوله كامله بهالمكان. تفضلوا معنا. انت وارف حذر شو؟ شم لك الروائح اللي طالعه هون. وارف لانه على الفطور اكل نص بطن. نص هذا. مرحبا مرحبا يعطيك العافيه. مرحبا. شو عاملين هون؟ والله ما بعرف بس باينتو شيء حلو. سكشن للتصوير؟ شكله. عرفتها؟ هي اللي بتوقف هيك بتعمل بتدور وبتعمل قصص. هون المحلات مثل ما اللي شايف انا ثلاث ارباعهم يعني يا مشاريب يا عم يكون بيتزا، برجر، ساندويش، الاغلب الاكل. هي هون ببيع مثلا ساندويش بارد. مزبوط. هوت دوغ. تعي ناكل وحده هوت دوغ. هوت دوغ؟ شرفي. مرحبا كيفكم؟ مرحبا يعطيكم العافيه. كيفكم؟ حابين ناكل وحده من عندك هوت دوغ. وهي شو؟ هي تبعك هذا صوص تبعك الباربيكيو. قسمتها بالنص الله يرضى عليك.
ورجيني معك ميزوره مشان اتاكد. ياكلي اكلاتي لانه هي يسلم ايديك. هاي محارم والله مزوج. يلا دوقي وخبرينا. 10 من 10 10 صحتين وهنا. طيب شكرا لكم كثير. الله الف صحه. تعي نشوف هدول الشباب. الربع هلا بالربع. هلا بالربع. هلا بالربع. هلا بالشباب. كيفكم؟ شو عم تعملوا؟ قولوا لنا، احكوا لنا شو عم تعملوا. نحن بنعمل شاي كرك. شاي كرك؟ نعمل شوكاتي. والله على راسي الشباب. اهلا وسهلا. يعملوا لبيمات. يلا طيب احذروا شو، خلينا ناكلها على السريع وخلينا نشرب من هون. دقيقة واحدة، خليني اكل هي وجاي لها. بتعرف؟ اوه هي ديالا عملت تقرير كامل عنا بالامارات. اي والله حط لكم رابط الفيديو تحت بالتعليقات وبصندوق الوصف. فورا هلا رح اكل هديك. بس لا خلص هيك هقلبكم. هات لنشوف شو رح تشربنا اليوم. يا هلا وسهلا يا حي الله ديالا. اليوم حشربك شاي كرك. يا سلام. الله اهم شيء الرغوه. ايه نحن بنطلع الامارات لحتى نشرب الكرك هون. وفرنا عليكم واحد كرك. واحد كرك. وبحب هنيكم عن جد على هالستايل. يا ريتني انا كنت معكم بهيك ستايل. ما شاء الله ما شاء الله. من وين حضرتك؟ انا اجيت من السعوديه. من السعوديه والنعم والنعم. يعني هلا خبروا للعالم اللي عم تحضرنا من السعوديه، امان؟ طريق كان كويس؟ الحمد لله يعني طرقات امان وكله امان. الحمد لله بالعاصمه دمشق. ايه الحمد لله. والنعم منك. الاس عرفني على الاسم. انا محمد الشيخ. محمد الشيخ. والنعم يا محمد الشيخ. والاستاذ رامي الرفاعي. رامي الرفاعي من الامارات جاي. والنعم يا حبيبي. والنعم والنعم منك كمان. كيف كان الطريق والرحله؟ كله تمام. ما مالنا نحن معلم قناه اعلاميه، فيك تقول لي مو تمام يعني؟ والله والاستاذ انا كنت مقيم بالسعوديه بالرياض. والنعم. بالرياض ومقيم هون هلا عم بدرس. والنعم. شو عم تدرس؟ طب اسنان. كلكم طب اسنان بتعرفوا لي ابي معناتها مو. الله يسعدكم يا رب. عن جد الستايل الف. يا ريتني انا اكون مثلهم هيك عامل ستايل. هات لقلك قال يا ريت الستايل طلعوني. اذا ما يشرب شاي كرك دماغ ما لقيت يجي كرفال. دماغ ما لقيت يجي كرفال. شاي كرك لا 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 شاي كرك لا 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 لا. هي سعرها شيء. والصحن هذا صحن الجيمات حوالي 40,000. 40,000. اذا ما يشرب شاي كرك دماغ مال انت يجي كرباس. دماغ مال انت يجي كرباس. شاي كرك لا 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 شاي كرك. في ذواق كثير. يلا هذا نجوب. هذا ملك الذوق. يلا كلها كلها محرمة. لحقوم محرمة. لحقوم محرمة. احلى ديالة واحلى وارد. الله يخلي لي اياكم. الله يخلي لي اياكم. والله انا ما كنت بعرفكم الصراحه. اول مره بشوفكم. حبايبي بيعرفوكم. حبايبي ها؟ نالك طيبه؟ شايف شايف شايف؟ يا عائلة الاكابر اللي صار معنا وارف قالكم امشوا على المطعم اللي بعده. وارف لساته تعال. الله يلا تعال عم يدور على مطعم ثاني. تسلم كثير. خليك خليك وارف بعد يشتغل فيها. اجتني الضحكه ما قدرت. والله اسمعوا يا عائلة الاكابر، ما عاد في مجال انه نشوف محل جديد، لانه معدتنا لو فيها تم كانت قالت مشان الله ببوس ايدكم واقفه حالي. ارحموني ارحموني ارحموني. هاي هي اجواء كل مدينه دمشق. كل عام وانتم بالف خير. وانتم بالف خير. هلا نحن رايحين على وجهتنا الاخيره لليوم. نعم. اللي هي محل موالح مشان الضيوف اللي بيجوا لعنا. ايه. تعالوا معنا نروح نشتري. مشان الضيوف اللي بيجوا لعنا لعندي. ايه والله لعندي. فرح نرجيكم الاسعار وشو عم يقدموا. تعالوا معنا. ايه نعم. بدي كيس هيك كبير بزر دوار القمر. هلا شو بدك تشتري؟ نحط موفي ونقعد هنا. انت اطلبي وانا بدفع، هي شغلتي. الله يقويك كوتش. الله يسلمك يا رب. تفضلي. ليك جبناها هي الكبيره كلها. شايفين شايفين شو كبيره؟ بس مشان تسعني انا وياه. عيلة الاكابر ما شاء الله اليوم بالجو ما عم نعرف، شوي صح وشوي غائم، شوي بتبخبخ شوي بتوقف. شوي وارف ماسك لك ايدك يمين. لا نحن نتعس الله وكيلكم مشان نقدم لكم فيديو بجنن. المهم وصلنا على المهاجرين سكة على محطتنا الاخيره يلي هي بدنا نجيب المكسرات. هو عم يقول للضيافه، انا عم اقول له والله رح اكلهم كلهم. المهم المحل اللي بنشتري بالعاده من عنده محل الخاني، محمصة الخاني. طيب يعطيك العافيه. كل عام وانت بخير يا حبيبي. مبارك حبيبي. عم تطلع على اليوتيوب. على اليوتيوب حيشوفوك 5 مليون بني ادم. بابا مرحبا يعطيك العافيه. ما شاء الله قديش نسبه الشبه بينك وبين اخوك؟ يعني كانت قبل 100% هلا 70%. اول شيء بدي بزر دوار القمر. دوار القمر متوحمي على على دوار القمر. بلا ملح. بلا ملح. بلا حاضر. لويتين. لويتين اوكي. هي بدك اياهم انت بتحبيهم؟ يا سلام. ايوه
خلص حط لي من هي لويه ومن هي لويه. هي بندق لمحبين البندق. شوفوا بندق ايه حط لنا لويه بندق. بتحكي معي يعني كيلو 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 بدك هاني يطلب كيلو طول بالك. هلا هون صاحب المحل ما في ما عنده مشكله كيلو حط له كيلو كوتش يوتيوب حط له كيلو عنده يلا خلص يلا شايف اه بدي احط اول مره حدا بيعملها بالشام قال بدي احط له الشغله وارب حيدعي له عليها أنا حد اول حدا بيعملها بالشام روح الله يرزقه اي شو هي مكاداميا مكاداميا عسل وزبده لوربك وزبده لوربك يلا خلصتي مو قولي ايه قولي ايه خلصتي قولي ايه خلصتي 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 موالي حبيبتي صح صحي ركزي معي هون هون فوكسي فوكسي هون فوكسي هون فوكسي هون خلصتي خالص خالصة بدك حلو لا حط لك حلو تعال نشوف الحلو خالص ايه هديك كنا تحت بالتعليقات يا عتلة كابري بطلع 10 فوارق له كيلو مين احلى ومين احلى جوز الهند مع الماورد ايه حط حط رمان تفضل احمي لي الغرام هذا اقدر واحد مبسوط وانتم بخير حبيبي حبيبي نعاد عليك بالصحه والعافيه شكرا كثير يعطيكم العافيه شرفي على السياره العام احلى بطلين هدول ما وراء الكواليس يلي طول النهار عم يشتغلوا على رجليهم شكرا كثير عائله الاكابر رح نحط هدول بالسياره ونحكي معكم كلمتين مشان اعرف احكي معكم هالكلمتين تفضل تعالوا معي شرفي تفضل مبسوط انت مبسوط ها مبسوط ايديك وهيك عائلة الأكابر منكون صرنا بنهاية حلقتنا اللي نحنا منصل لها النهاية وما منحب إنه نحنا ننهي لأنه والله العظيم ما منحب نودعكم بس منعرف إنه لما منودعكم منكون عم نحضر لكم قصص حلوة كتير فيديوهات أنتم تنبسطوا منها إن شاء الله الفيديوهات اللي تنزل بعد العيد حتكون جدا قوية وليفل تاني أنا بوعدكم إنه راح تكون ليفل تاني بالمونتاج إيه في حدا راح يساعدنا وعدنا وأنا لازم شد الهمة طبعاً وكل عام أنتم بخير وأنت بس خير وعن جد نحن إن شاء الله يمكن نعملكم حلقة كمان شو عملنا أنا وديالة خلال شهر رمضان المبارك نرجيكم مقتطفات من الشغل اللي إحنا اشتغلناه لأنه أغلبيته إنساني تظروا منا دائماً وأبداً يكون عندكم ثقة كاملة إنه ديالة وارف عندهم أفكار جديدة عندهم طبعاً. برامج جديدة عندهم شغلات جديدة إحنا عالم فعل وقول طبعاً أنا ما رح زيد على حديثك أبداً غير إني إلكن يا عائلة الأكابر إذا لحد هلأ ما اشتركتوا بالقناة لحد هلأ تأكدوا اشتركوا فوراً فعلوا زر الجرس كيفكم تدعمونا إنه تحطونا لايك تكتبولنا تعليق نحن التعليقات كلياتها منقراها لحتى أول شيء نعرف إذا نحن في شيء مقصرين فيه ممكن تعطونا أنتوا فكرة كلياته على عيننا وراسنا منقرأ كل التعليقات أنتوا بتعرفوا هذا الشيء كلياته منتقبل كل شيء منكم ودائماً المشاهدات ساهم بشراء سلة غذائية لنساعد فيها ناس غير معروفين يا رب يا رب الله يرزقكم ويرزقنا ويرزق الجميع يا رب العالمين شكرا للداعمين خلال شهر رمضان المبارك شكرا لكل شيء قدمتونا يا عن جد حتى التعليق الحلو نحن بننبسط فيه صدقوني اي والله العظيم كان معكم الكوتش وارف كان معكم ديالا مو من قلبي ما بحب انا ودعهم قلت لهم نوصل على النهايه اللي نحن ما بدنا نعملها بس انه خلص كل عام وانت بخير بالفيديو الجاي وانت بخير باي